السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحمة والمغفرة لكل الشهداء، وعاجل الشفاء لكل جرحى، وعودا حميدا لكل شخص من فقد إنسانا عزيزا عليه يا رب. رجعنا لكم بفيديو جديد مع بسيوني، طبعا كالعادة لايف سخن ولايف حماسي بكل بشرياتي، فكلام جد جميل، فأراكم نسمع الفيديو حتى بعد نرجع نعلق معكم سوا. ابدا لكم من وين ولا اديك من وين ولا وين؟ اديك من ام درمان، اديك من ام درمان. اول حاجه ود البشير قندهار ومبدات كده، مناطق كثيره الجنجويد فارقوها مشوا منها، دقون طيران ما طبيعي، دقون الليله دق ما طبيعي، كل المناطق ود البشير المناطق دي ما فيها جنجويد، لانه قالوا خلاص بقوا شويه حبه شويه بسيطين، ما حاجة عندها، حتى الجيش اقتنع عنه المعركة خلاص في الخواتيم. الكلام الثاني بتاع ياسر العطاء كلام مريح جدا لا يسود، يعني طمنك وداك هنا، قال لك شوف ما في حاجة اسمها هدنة، قال لك هدنة شنو؟ ما في. ياسر العطاء قال لك شنو؟ قال لك ما في هدنة، قال لك الهدنة بتين؟ بعد ما ينظفوا الخرطوم من الجنجويد، قال لهم بتاخذوا هدنة اسبوع، وبعد الاسبوع قال لهم كردفان. ليه كردفان؟ لأن المؤامرة بهناك بتحت الجبوري بتحت الفاضل، حقيقي في مؤامرة، حقيقي في مؤامرة، في مؤامرة بهناك، في مؤامرة، لأنه في ناس عنصريين ما بيعيشوا إلا كده، لأنه برشم ده عنصري وأبو برشم عنصري والجبوري عن برشم عنصري، دي حقيقة حقيقة ونص خمسة. الآن بيمشوا يحشدوا بشنو؟ باسم القبيلة. والله أنا بنصح، والله ود قبيلة أبو قبيلة أم قبيلة والله بتموت، والله تموت، وبرشم بجر بيخليك كتل كمس ورجع، والله كتل منك من الالاف وقام جاري، لا بخش لديواس، لا بخش لموت، لا بخش محلات معارك، بخش الدسه في البيوت وسري، بكتل اولاد الناس قسما بالله، هي زول يجي منكم بيموت. الطيران المره ما بيرحم 24 ساعه والطريق مقفول، اي عربيه متحركه بتتفرم، والله لا بتبقى شهيد ولا بتخش جنة، وانا بقول لك والله نار جهنم وبئس المصير، لانك مباري حرامي، لانك جاي تنهب وجاي تسرق، لانك ما عندك قضية، لانك انت بتكاتل جيش الدولة اللي انت قاعد فيها، لانك ما عندك اخلاق ولا عندك قضية ولا عندك دين ولا عندك ايمان. ما تشوف العنصريين ديل ناس الجبوري الفاضل وناس برشم، ديل ما بغاتلوا، ديل بيحرشوا تحت تحت، ديل مرجال، ديل مرجال. عشان كده بنقول لك يا ناس كردفان اوعوا واصحوا، لموا اولادكم عليكم وخلوهم قصاركم، ما تباربون الحراميه، في النهايه بيموت، والله بيموت، وبنحلف لك بالله بيموت، لانه الكلام ده خلاص ده موضوع يتحسم، اي تمرد اي تمرد. الكلام ده قالوا ياسر العطا كلام واضح، اسبوع راحه ثاني بيمشوا كردفان، اي تمرد اي تمرد بالدقه، البلد دي ما دارين فيها ولا تمرد. عشان كده كلام ياسر العطا واضح، الكلام اللي بنقوله ده ما عارفينه، والله عارفينه، الكلام اللي بنقوله هنا ده والله عارفينه، عارفين المؤامرة بتاعت والله عارفينها، لأنه قالوا كردفان قبل دارفور. ليه ياسر العطا قال كردفان قبل دارفور؟ ساي بس لا لا، لأنه في مؤامرة الآن بتتبخ، في شغل الآن بيطبخوه بنار هادية، دارين يفتحوا جبهة بهناك، دارين يشتغلوا شغل بهناك، دارين يعملوا الشغل الغزر الشغل العفن زي كل مرة، وفاكرين انه السودان غير، والله المرة دي السودان، السودان المرة دي مع جيشه آلاف، ممكن الجيش يفتح التجنيد عشان يحرر الوطن، مليون واكثر من مليون ينضموا للجيش، الوضع ما زي زمان مختلف، الآن الشعب السوداني اقتنع بأنه الحركات دي عبارة عن حرامية، زمانك بندافع بنقول حرام، حرام الموت ده للمساكين، حرام يموتوا ناس مساكين، لكن الان ما في حرام، دي ما في، ما يموتوا دي ما في، قتلوا عادي عندنا لو شفناه، لانه شفنا ده بيوحي بانه بيقول انه فعلا دير كده، القبائل اللي جات هاجمتنا والقبائل اللي جات سرقت وجات نهبت وجات اغتصبت، اقسم بالله العظيم ما بخلوكم، انا بقول عليكم والله ده عظيم ما بخلوكم، بس بعدين البيكا بطلوا البيكا، بعدين بطلوا ابقوا رجال وما تتفزروا، لانه العطا قال ليكم عديل وصل ليكم، لانه هو شايف وعارف، وعارف القبائل دي من وين، يعني حيسيبوكم ما بسيبوكم، ده حقنا، ده حق الشعب السوداني، يعني قالوا الكلام واضح،
ياسر العطا ما قصر، عبر عن الشعب السوداني فارس ودرجال. بعد كده يمشوا يحرروا كردفان، يحرروا دارفور، يأمنوا بعد كده الناس تفتح، يرتبوا تاني حاله. احنا ما شفقاني اصلا، ما شفقاني انه ما دارين الاجتماعات اللي بتحصل في مصر دي ما بتمثل الشعب السوداني. دل دارين يشوفوا لهم طريق بتاع سرقه، دارين يجمعوا لهم قروش من برا، دارين الامم المتحده تديهم قروش، دارين يجمعوا لهم مليارات عشان يقول لك النزوح واللاجئين بعدين نرجعوا. ما فوضناكم ترجعوا اللاجئين ولا النازحين، ولا انتم بتمثلوا الشعب السوداني. انتم رجال تعالوا السودان ده الان، حق الصبغه ما عندكم، حق الصبغه اللي بتسبغوا بها ما عندكم. شفتوا خالد سلك طالع كيف؟ حق الصبغه ما عنده، حق الصبغه ما عندكم. ياسر عرمان قطنة ما لاقين قروش الصبغه، زمانك لاقين في اليوم بيسبغوا 6 مرات، يطلعوا شعره نسواد وشنبه نسواد وحواجب. هسه الان اتكشفت عوراته، الواحد يطلع زي الشحات. ليه ما لاقي؟ ما عندهم مسخنين جيوبهم، يا دوب بيوفروا لهم حق التذاكر واللي عاشها، يا دوب بيوفروا لهم. الزمالك المنظمات اللي بتصرف عليهم قالت لهم شوفوا شغلتكم ما عندي لكم حاجه، حتدوني شنو؟ ما حتدوني حاجه، الان انتوا اتحركتوا. دي الحقيقه والله. الان ما عندهم حق الصبغه، الان الصبغه لو دارين تعملوا شيرين اعملوا لي صبغه خالد سلك وياسر عرمان، تعمل دقوا شيرين ولصبغه خالد سلك وياسر عرمان، لانه شعرهم والله بقي قطنه، الحواجبين قطنه، الشنب قطنه، ما عندهم كده الان، ما عندهم حاجه. الناس دي عشان يمشي الواحد يحلق ويسوي صبغه داير من وين يجيب؟ من وين؟ من وين؟ ما عنده، ما عندهم الان، القروش اللي عندهم كلها سكروا بها كملت. الناس دي الان مسخنين، المجتمع الدولي رفع يده منهم، انتهى منهم خلاص. انا اقول لك والله انتهى، لانه عارف المؤامره وكاشفه وعارف الحصل كله، وصل وما عيب. المجتمع الدولي بيتبرى منهم عديل، دي حقيقه حقيقه. شفت يتبرى منهم عديل المجتمع؟ امريكا ثالث يوم من الحرب قالت غلطه، امريكا ذاتها ثالث يوم من قالت غلطت. غلطت في شنو؟ قالت غلطت في انها عملت الاطاري وساوت بين الجيش والدعم السريع، ارتضت انه يكون في مساواه بين دي امريكا، امريكا اللي هي قالت ارتضت انه تكون في مساواه بين الجيش، ودي غلطتها قالت. معناتها هسه القحاطه انتهوا. ليه مشوا مصر؟ ليه مشوا مصر؟ لانهم انتهوا في اثيوبيا خلاص، انتهوا. قمه نصر دي انتهت لهم من قمه اثيوبيا، قمه نصر شالتهم برا، قمه نصر شالت منهم الكرت بتاع التفاوض وجابته مصر. الان هم ساكين، ساكين مصر، ساكين يكذبوا يجوا بحاجة تانية، ساكين يقعدوا مع الكيزان. الآن بيفتشوا عشان يقعدوا مع الكيزان، الآن بيفتشوا عشان يقولون مخرج مع الكيزان. خلي الكلام بتاع أي كود ندوس ودوس والكيزان أعداء، الآن بيفتشوا لمخرج مع الكيزان في مصر. الآن الوساطات شغالة لصلاح قوش، الآن الوساطات شغالة لصلاح قوش، والموضوع ده بيجيكم صورة وصوت، الموضوع ده بيجيكم صورة وصوت، دي الحقيقة. الآن بيفتشوا لمخرج، ما لاقين، ما لاقين عشان يخشوا تاني السياسة. الآن هم برا اللعبة، الآن هم حرقوا ورقهم، الآن آتوهم كله كملوا الآتو حقهم كلهم، الآن قاعدين بس كروس ساي بدون آتو، بس بيرجعوا بوشة يبوشوا 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 يبوشوا، الآن ما عندهم حاجة. الآن بياخذوا السيك وفي قبولهم، ده قبولهم، ده قبولهم، ده قبولهم، بدهم في السيك. أقسم بالله العظيم السيك أخذوه، قسما بالله السيك اخذوها واخذوها في قبولهم، واخذوها بشنو؟ اخذوها مسميين مربوطه كمان، مسميين عديل مربوطه بثلاثه بهيات، اخذوا السيك عديل من الشعب السوداني، مسمينها مربوطه وفي قبولهم، واخذوا بها سيك. لاقوك ناس زي ديل كان في يدهم القلم، في يدهم الاتو، في يدهم الشعب، في يدهم كل حاجه، في كل شيء كان في يدهم. شالوا القلم وكتبوا نفسهم أشقياء، أشقياء، شالوا القلم وكتبوا نفسهم أشقياء. لو طبقوا الثورة بحذافيرها وقالوا الدعم السريع يتحل من الأول وحلوا معاه هيئة العمليات، ما كانت في غضاضة، ما كانت في شيء، كان البلد دي مشت وكانت عبرت من الوقت ذاك. لكن ما قدروا، ما قدروا استغلوا الشعب السوداني، بالعكس استخدموا الجنجويد عشان يحميهم من الشعب السوداني، وعزلوا الشعب السوداني، كوزنوا الناس المحترفوا بهم،
وعملوا حاجز بين الشعب السوداني والحكومة بتاعت حمدوك وخونوا الناس وعملوا أي حاجة بتتعمل. عندهم الآن هناك بالمخابرات المصرية بتقعد معاهم مصطفى، بيقعد معاهم بيقول لهم شنو؟ بيقول لهم الإسلاميين منهم الإسلاميين؟ صلاح قوش إسلامي حق مصر قاعد في مصر. بيقول لهم صلاح قوش. الكتلة بتاعت الديمقراطيين يقول لهم تخش ناس كرتي كلهم بيخشوا اجتماع مطول بيقولوا نعم جدا موافقين. لو قال لهم نجيب الترابي من المغابر بيقولوا حاضر. ما عندهم كرت ضغط. الناس زي ماشيين وباطن النجمة ماشيين على الحديدة، رجعوا بيقوا صفر بعد ما كانوا رغم في المعادلة، بعد ما كانوا رغم في المعادلة، بعد ما كانوا رغم وعندهم وضعهم وعندهم دمروا نفسهم. ليه؟ لأنه ما عندهم وعي سياسي، لأنه ما فاهمين أنه الجيش ده مؤسسة قومية. لو أي زول جاء راجع ومشى ومهما حصل مع الجيش ده، أي عدو بيجي للجيش ده، أي عدو في اللحظة اللي حصل فيها، الشعب السوداني كان بيتمنى أنه يحصل سوء تفاهم بين الجيش وبين الجنجويد. أقسم بالله العظيم ترجع لينا في لايف جنجويد ده عارف أنه يوم من الأيام حيبلع الدولة السودانية. كنا دارين أنه مستعجل لكن ما قادرين. قسما بالله حاولنا، دقينا، كلمنا برهان، دقينا، سوينا، عملنا، شرحنا، بكينا، عملنا أي حاجة، ما اقتنعوا. أجا عمل لنا منو؟ أجا سوى لنا منو؟ القحاط الله يدونا العافية. شكرا لكم والله. الحاجة دي احنا سعيين لها ومتفقين عليها، أنه حميتي لازم الجيش اوعى، وكلمنا الضباط الشرفة وخاطبناهم وقلنا له نصحوا واوعوا، كلهم زعلانين، لكن برهان ما كان مقتنع. برهان كان شايف حميتي زي الملك فوق السماء. لو قلت له حميتي طوالي بشوتك برا. اي ضابط يتكلم في حميتي برهان اداه بالشلوت. مدير مكتبه يتكلم في حميتي وقال له الان حميتي عنده غناصه فوق والمكان ده ما مفروض، شاته برا. قال له حميتي مشى هناك ومشى هناك، حميتي جشتك له، شاته برا. اي ضابط اتحداك يطلع كلامك كذب. اي ضابط اشتكى لبرهان، برهان شاته برا. اي ضابط، حتى في واحد حميتي مشى المدرعات، شات بتاع المدرعات برا، شاته برا. عديل قال لي كيف انت تتعامل مع عديل كده وغيره. عشان كده الحاجه دي سهلت علينا شنو؟ الاحزاب. ليه الاحزاب؟ ما برجع وبقول لك نقص الوعي والخبره. الناس دي مدعين الفهم السياسي وهن مفلسين. لا عندهم فكر، لا عندهم وعي، لا عندهم خطط، لا عندهم مشاريع، لا عندهم خطط بديلة، لا عندهم ما عندهم أي حاجة. والله لك التحية يا بسيوني. البرشم زود من زمان بقعد بلخبط من في كردفان، لحد أسلقى فرصة إنه دعم مصر هنا انتهى ماشي يكون جبهة في كردفان. يا أخوانا القبائل كردفان دي القبائل جنجوي دي كلهم متحدين، عاملين استنفارات بشكل كبير جدا إنه اجوا يهاجموا. وحبابكم تعالوا، 120,000 ده انتهى، انت منو ده؟ انت كتر عيالكم ساكت. هسه الجمهور يقول قال هسه طلع بيتكلم كتير، ده قال قطروا بيتأخطوا التنبارة طلع يتكلم. زمان كان ساكت. فالقبيلة ما بتبني يا اخوانا، الناس تتحد انه تجيب خلف قوات الشعب المصري. انتوا براكم شفتوا مخطط الماشي ده، مخطط اسرائيلي بعد يعني امارات زادوا شغال اسرائيلي، كلكم التسجيلات دي اللي لقيتوها. فالناس تقف خلف الجيش اخوانا، ما في مؤسسة ثانية غير قوات الشعب المسلح. اما ناس القهد ديل زي ما قلت، ناس ديل دارين باي طريقة انه يقعدوا، باي طريقة انه يرجعوا يحكموا. الجنجويد والكيزان واحد، انتوا صنعوا بس بجد نغمة فلول ده صحيح انتوا اللي قاعدين تقولوها. هسي هسي كيزان هسي الان بقى احسن منك، لانهم بقوا بيقاتلوا في السهول العامة في قوات الشعب المسلح. جنجويد انتوا لازم تنتهوا، ما في حال تاني غير كده.